نشكر
على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلت يديك، أشفقت علينا أبعتنا أبعتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة. بصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين النلال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين أنزعها عنا وعن شعبك وعن هذه الميدان وعن موضعك المقدس. إذا استنفنا من إتر مبرسان يمنونك جنتك بيتبتين بيرشيش نام هم يجنون من يكشلي نام يجنتي قمت سن تبيك علي. سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اجتمعوا ليروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة في طلبات قديسك. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى الشيطان
جن تغار ببن ختيرو نم بن اوغيتيرو نم تن البستيرو نم بن تلشوتيرو نم تن الاستاسيستيرو انت لتنش لك الفكرة الشريك مع أهلك الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأهى الناس وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية أحدا صرت لنا وسيطا لدلات الحاجز المتوسط نقضته العداوة القديمة هذا انت صالحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجاه أسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلام يعطيكم سلام يا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم بي علينا يا سيدنا وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل ريح ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تبكار الشر
الملبس صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولي. مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انتراح في الحب من موهبتك غير الميتة بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. قبلوا Oh.
الحقيقي الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين هم على الأرض تسبيح السرافيم. اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المارين، أحسبنا مع القوات السمائية، ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسل أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تبتر، ونبارك عظمتك. الشروبيم الممتلئون عينا والسيرافيم ذو الستة أجنحة فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين يصرخون واحد قبالة الآخر، يرسلون تسبيح الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ ماجدا أنشدوا
حكمتك، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب البشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك من أجل تعطفاتك الجزيلة. كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجل أظهرت طبيعة الحيوان، أوضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي ورسمت في صورة سلطانك، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنعم. أعطيتني علم معرفتك، أظهرتني شجرة الحياة، عرفتني شوكة الموت، غرس واحد نهيتني أن أكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده. أكلت بإرادتي وتركت عني ناموس كبيري، وتكاسلت عن وصاياك
أنا جلبت على نفسي حكم المال. أريتني قوة سلطانك
وهبت النظر للعمياء، أقمت الموتى من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت دارك للصياد، وخديك أهملتهما لأجلي يا سيدي، لم ترد وجهك عن خزي اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت باكورتي إلى السماء، أظهرت لي أعلان مجيئك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء الأموات، وتعطي كل واحد كأعماله، Thank you.
بإرادتك وسلطانك وحدا أخذت خبزا على يديك الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباعيتين المحيات سيد كل حد وشكرت تلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار خيرا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا فاصنعوه لذاكري بعد أن أكلوا وخذت كأسان ومزجت من ثمرة الكرمة والماء وشكرت Thank you.
أعطيتان خواسك القديسين المكرمين عرشك الأطهار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي أسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذاكري كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجيء ذكر نزولك على الأرض وموتك المحيا وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من أموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك على يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل احد دون الحبل كلمة came in into life and saw my father in thought. نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لأنه بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الروح
ثبتهم والذين يرونهم ثبتهم. عطبا للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان. للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة. رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء. دعة للفضلاء معونة للمساكين. الشيوخ قوهم الذين في الحداثة أضبطهم. غير المؤمنين ردهم لتنقض القسامات الكنيسة. حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية الثاخة. شاتر عند النية بتشاو خنية وانطاك يا طوبو انت ننبسيش نم ننصوما نم ننبنم عينا انت نشو بنا وصوما نوت نم وابنم عينوت انت نجي من وميرس نم وكليرس نم نية وفتير وطوعك الجربة عريب ما بتشوي سنتيرين انت تكون ما بعد سواب ان كان سوليكي نابون سوليكي ان اكليسيا. صلوا من اجل سلامة الواحد الوحيد المقدس الجامعة وصليا كنيسة الله الارثوذكسية. إيطك إكفوس ناكب وليتم بيسو بالطروس انت بكريستوس أري وسن وريني أنا مني بسكوس تيرون أرثوذكسوس إيت الخيط انشر بماء عريب وانشو اسم بالمكاري وسن يوت الطيوت الأرشي أسكوس بالبطري أرشي زغابو آبا شنودة نم بنيوت أسكوس آبا تيوفيروس نم بنيوت نبسكوبوس آبا سربامون. صلوا من أجل رئيس كهنة البابا أكبى شنودا بابا وبطريركي ورئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وشريكين في الخدمة الرسولية بين الأسقفين الأبا سوفيروس والأبا سرابمون وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. انت في مسميخ وصوتنا لخارج السمو وانت حكك لسي يسوعب فأموني أم بكوي نم أريني أريني وعشوش اني غميرس نم نبرز تيروس نورسوس أكسوس
من نديك
وبك إلى الآب قائلين ارحمنا 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 الله خالقنا ارحمنا 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 الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا الله خالقنا يا رب ارحم. أنعم على شعبك بالقلب الواحد، أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للها. فقمتر يا رب الزرع والعشب نبات الحقل في هذه السنة، بارك اطلبوا عن الزرع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة، لكي يبارك المسيح إلهنا لتنمو وتفسر لأن تقمر بثمرة عظيمة، وتحنن على قبلته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. كمقدار يا كرامتك فرح وجه الارض بروح الرسول تكسر اثمارها عندها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك اكليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك، من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف، ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. يا من عاون الكل تترجاك، انت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اسمع ما حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما، حتى اذا مننا كفافنا في كل شيء كل حين نتناهى في كل عمل صالح. شفاء للمرضى راحة للمعادين، إطلاقا للذين في السبي، قبولا للأيتام، مساعدة
عادة للأرام المتضايقين أجبهم بالخيرات الساقطين أقمهم والقيام ثبتهم الراقدين اذكرهم المعترفين اقبل إليك طلباتهم الخطاة الذين تابوا احصهم مع مؤمنيك مؤمنيك احسبهم مع شهدائك الذين هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن ايضا المدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن غير مستحقين بل إليك اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرافين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء Oh,
نم ببطر أنشيس سواب سبير واسنم بنصاغ برسوس نم بأقوس عطرسوس بعوصونيكوس نم بعاب أديوس بكرشير مرتي نم بیاگوش سوفیروس نم بیاگوش دیاتریوس نم بیاگوش کرنلوس نم بیاگوش بسیلیوس نم بیاگوش ایروریوس بیسیولوس نم بیاگوش ایروریوس بیسالواتوروس نم بیا آگیوس ایوانی طفوتي خنك يا نم دي شادي بنتي كوصن تنورس نم بيت فرشير انتي افنسوس نم ديني وتن دي كوز تنش او انطونيوس نم بيت ني اضعاب اغلي نم دي شم تسعد اعظامك اري نم نرشير تيرو استغرفو من بين طبعا في يومين وصوابان الأنبى بشوي الرجل الكامل الذي غسل قدمي وخلص الناس من بين طبعا بغني برمتلمون مزاكين بثماسكين من نشر سنوات صواب روميوس مكسيوس من دومتيوس من بيامي بشيت مارتيروس نخلو انتشيه من بيكورس أوابا أبا أوسي إم يوانس كامي أبرز بكيروس من بنوت أبا دانيال يومس من بنوت أبا سيدوس أبرز بكيروس من بنوت أبا بخون فاكي كولون يعني مسيود روز بيت ماسكيس من بنوت أبا شنو دابي أرشي من دريتيس نم أبا ويسا بك ما سيتيس من بنوت أبا سامويل بورم جيتيس نم يسطس نم أبولو بك ما سيتيس من بنوت أبا تيتي سوفاني وسبي من ريك انتبن سكير من أغاسوس من بنوت أبا أبرام كيبس كوبوس انت افيوم من الخور السيف انت نثوى بنطاك هؤلاء الذين بسؤالات وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من جسمك القدوس المبارك الذي دعا علينا
مضبوط السنة جوالي واشكر يا رب نفس عبدك المرحوم فلتس متشارع والمرحوم مجد القمص بطرس والمرحوم ساق عبد السيد والمرحوم متسحق والمرحوم جد صابة والمرحوم إسحاق وليس تفضل يا رب نيح نفوسهم جميع في حفلة بين القديسين إبراهيم وإسحاق الله على بين وقد الذي راقد وتنيق
تقليما في المسيح والضالات أبائنا القديسين ورسائل الساقفة وأبائنا الأساقفة أبائنا الخمامس وأبائنا الخصوص وأخوتنا الشمامس أبائنا الرقان وأبائنا العلمانيين وعنياك كل المسيحيين لكي المسيح إلينا يحرقوس مجمعين وأن ينيح لقوس عبيد الذين ذكرنا اسمهم بفردوس الرحيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا
في كل شيء فتباركوا وتمجدوا وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع أبيك الصالح والروح القدس سلام لجميعكم سيدنا ومخلصنا محب البشر الصالح محيي أنفسنا يا الله الذي أسلم ذاته عنا خلاصا لأجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر أيها الإله الوحيد الذي في حضن أبي يا رب
تلاميذ القديسين ورسل الأطهار في ذلك الزمان. الآن أعطنا كل شعبك يا ضابط الكل الرب إلهنا. وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا. نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا، وهو الذي دفع الديون عنا. لأجلنا فضل التألم على التنعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمله الكروبي. يا ليسوا
قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا، تواضع ليرفعنا وجاع ليشبعنا وعطش ليروينا وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب فتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا، وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. خطاياي هي الشوك الذي يوخز راسك المقدس، أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة، وما هذه الطريق المؤدية للموت الذي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمله على منك بك هو صليب العار الذي حملته عوضاً عني، ارحمني. ما الذي جعلك ترضى بذلك أيها العظيم؟ أيزل الممجد أيوضع المرتفع؟ يا لعظام حبك ارحمني. حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي، أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ فاحزني يا نفسي على خطاياك
التي سببت لفاتيك الحنون كل هذه لنا. جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل شوكك مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري. اجرحيني بحربة الحب الإلهي يا موت المسيح. اذكرني بحب من مات لأجلي يا دم المسيح. طهرني من كل خطايا عضوا يابسا. رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. وحينما تقدموا لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنغمة البانين قائلا أبانا الذي في السماوات. Paskin palasimon
ضعفي أنا أيضا وفي خطايا كثيرة وحيث كسر إسقل تكسر هناك نعمتك ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حالنا وحال سائر شعبك من كل خطيئة من كل لعنة من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملاقات الأطفال أنا أملنا يا سيدنا بعقل نقوى فهمنا نحن أن نصنع مرضتك كل حين أكتب أسمانا مع كل سوق قدسيك أذكر أعرف سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المخزوعة أذكر أبينا طوال المكرر أم بشنود شريك الخطوة الصيبين أم سافيرس أم سلامون قريب شوي سنن دن سوكي اسمه ايرو سوتي سامين كتب نبما سومي طبيب وعبوس خمين كيتي ايس لوغ توس كيريوس ايسور استويوس واغياس موسبني Emo
نن بسنا بنت من ويل بنوتي باي بخنو مثمي الأخير أن هذا هو الجسد المحيط الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا كلنا ملكتنا والدة الإله القديس الطاهر وجعله واحدا ما لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي واسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطي عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم